السلام عليكم. المحاضرة الأولى لمادة الحاسوب للمرحلة الأولى. بهذه المحاضرة رح نتكلم عن جزئين. الجزء الأول هو المادة النظري الخاصة بالحاسوب، واللي هي عادة تكون الصفحة الأولى من كل محاضرة. الصفحة الأولى من كل محاضرة هي مادة النظري. أما بقية المحاضرة تكون المادة العملي اللي هي الويندوز 7. اليوم الجزء النظري، أول شيء حنقول what is a computer؟ ما هو الكمبيوتر؟ كلنا نعرف هو جهاز اللي يعمل تحت سيطرة التعليمات المخزونة في الذاكرة، ويأخذ البيانات حتى يعالجها، وفقاً طبعاً هي عملية المعالجة يعني تتم وفق لقواعد معينة حتى نحصل على النتائج، وبالتالي نخزن هذه النتائج حتى ممكن نحتاجها يعني مستقبلاً. فالكمبيوتر هو electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory. لما قلنا هو الجهاز اللي يعمل تحت سيطرة التعليمات المخزونة بالذاكرة. عندنا مصطلح مهم اللي هو data والinformation. من حندرس كمبيوتر حنسمع دائما اكو data واكو information. زين، هي شنو داتا شنو انفورميشن؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الداتا is a collection of unprocessed items which can include text, numbers, images, audio and video. يعني هي مجموعة من البيانات اللي حتكون غير معالجة، ما تمت عليها اي معالجة، خلينا نقول مثل بيانات خام احنا نسميها. يقوم الكمبيوتر بمعالجتها حتى تصير عندي هذه المعلومات. المعلومات شنية؟ هي convey meaning and is useful to people، اللي هي تنتقل وتصير ذات معنى ومفيدة للإنسان. فالبيانات حتكون شيء خام ما حد استفاد من عنده، لكن الانفورميشن المعلومات هي حتكون ذات معنى ومفيدة للإنسان. حتى نقرب الصورة، اليوم أنت عندك مثلا درجاتك بصف السادس، هاي كلها بيانات احنا نسميها، درجتك بالعربي، درجتك بالأحياء، درجتك بالرياضيات، هاي كلها بيانات. من حسوي عليها processing وعالجها هحصل على معدلك، هقدر أعرف تسلسلك، هقدر أعرف أنت بيا كلية ممكن حصير. مثال آخر، مثلا درجات الحرارة، سرعة الرياح، الرطوبة، هاي كلها بيانات. من حتسوي معالجة عليها هحصل على حالة الطقس، وبذلك نحصل على المعلومات. هواي اكو امثلة على البيانات والمعلومات حتى واحد يميز بيناتهم. ايضا عندنا مصطلح اخر مهم اللي هو الانفورميشن بروسيسنج سايكل، هي مجموعة من الاحداث حتى تنفذ المعلومات. مجموعة من الأحداث تتم داخل جهاز الكمبيوتر حتى تنفذ بد معلومات أو عمليات مهمة داخل الكمبيوتر. فالـ Information Processing Cycle is the four steps process that data moves through as it is processed by a computer، اللي هي تتكون من أربعة عمليات أساسية حتنتقل خلالها البيانات أثناء معالجتها. شوف، هي حتدخل هنا البيانات بالإنبوت، حتدخلها أنت البيانات بأحد وسائل الإدخال اللي حنتكلم عنها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. بعدها تم عليها المعالجة لهذه البيانات، ثم إظهار هاي البيانات عن طريق الأوتبوت ديفايس، وبالنهاية الستورج. فالإنبوت اللي هو الكومبوننت that help human put data into the computer، هو المكون اللي يسمح للأشخاص بإدخال البيانات إلى الكمبيوتر، مثل الكيبورد، مثل الماوس، مثل التاتش سكرين، والعديد من وسائل الإدخال للبيانات إلى الكمبيوتر. فالإنبوت مسؤول عن إدخال البيانات للكمبيوتر. البروسيسنج اللي هي عملية المعالجة لهذه البيانات. الكومبوننت ذات موف and process the data inside the computer. The motherboard and its processor and memory chips fall into this category. البروسيسنج هي عملية أو المكون المسؤول عن معالجة هذه البيانات داخل الكمبيوتر.
المذر بورد اللي تضمن المعالج والذاكرة الرئيسية للكمبيوتر تقع ضمن هذا التصنيف. يعني عملية المعالجة هي وين حتصير للبيانات اللي حتدخل عن طريق هذه الانبوت ديفايس، حتتم داخل المذر بورد، وبالتحديد وين؟ بالبروسيسر المعالج والذاكرة الرئيسية وأحيانا الثانوية للكمبيوتر. هاي احنا نتعرف عليها أكثر بالمحاضرات القادمة، احنا هسه بس بصورة عامة نريد نعرف شنو هي البروسيسنج، وهذا هو التعريف الخاص بها. الأوتبوت الكومبوننتس ذات بروفايد ذا ريزلت اوف ذا بروسيسنج تو هيومن، المكون المسؤول عن إظهار النتائج إلى الأشخاص. أبرز مثال على ذلك المونيتر، واحد من الأمثلة للأوتبوت ديفايس. أيضا عندي البرينتر والسبيكر. الستورج الكومبوننت ذات ستور سوفتوير اند داتا انتل ات از نيدد، هي المكون المسؤول عن خزن هاي النتائج اللي توصلت لها ما دام انت محتاجها. يعني احيانا انت تحتاج هاي الملف، ليش تحفه او ليش ما تخزنه؟ لازم تخزنه لان يجوز انت مستقبلا تحتاجه. فعملية الخزن حتتم وين؟ احد وسائل الخزن بالكمبيوتر اللي هي مثلا الهارد درايف، اليو اس بي فلاش درايفر اند دي في دي. هاي كلها وسائل لخزن المعلومات اللي بتوصلها لها. فالانفورميشن بروسيسنج سايكل هي مثل ما قلنا مجموعه من الاحداث او الخطوات اللي حتتم بيها معالجه البيانات الداخله حتى نحصل الى النتائج المطلوبه. اربع خطوات اساسيه بالانفورميشن بروسيسنج سايكل: انبوت، بروسيسنج، اوتبوت، وستورج. فلهنا أنا انتهت الجزء النظري، تعرفنا به ما هو الكمبيوتر، ما هو الفرق بين الداتا والانفورميشن، ما هو الانفورميشن بروسيسنج سايكل، اند the four steps الموجودة داخل هذه أو تم ضمن الانفورميشن بروسيسنج سايكل. ننتقل الآن إلى الجزء النظري، العفو الجزء العملي الخاص بمحاضرتنا. واتفقنا احنا حنتكلم عن الويندوز 7 حسب المنهج المعتمد من الوزارة. الديسكتوب كومبوننتس، مكونات الديسكتوب. الديسكتوب يتكون من ثلاث اجزاء اساسية اللي هي الايكونز، هذه الديسكتوب ايكونات، هاي الايقونة اللي هي تحتوي على مجموعة من الرسوم التوضيحية، بعض الرسم التوضيحي لكل ايقونة تمثل بها البرنامج الموجود هاي الايقونات. فالديسكتوب ايكون هذا المكون الاول. عندي الستارت مينيو، قائمة ستارت، قائمة ستارت، الستارت مينيو. وعندي التاسك بار، هذا الشريط اللي هو اسفل الشاشة، هذا الشريط اسفل الشاشة التاسك بار. فعندي الايكونز، الستارت مينيو، وعندي التاسك بار. اول جزء راح نتكلم عنه اليوم المحاضرة حتكون مخصصة عن الستارت مينيو، قائمة ستارت. الستارت مينيو هي the main gateway the computer's program folders and setting، هي البوابة الرئيسية للمجلدات والبرامج والإعدادات. يسموها مينيو ليش؟ لأن هي تعطيك قائمة من عدة اختيارات. شوف هنا مجموعة من الاختيارات الكبيرة الموجودة داخلها. طبعا عدة common activities ممكن تتم داخل start menu. يعني انت هنا تقدر تسوي start program، يعني شغل برنامج. open commonly used folders، تفتح الفولدرات اللي دائما تستخدمها، تسوي عملية search، بحث، تسوي ممكن help، مساعدة اذا توقفت بشغلة معينة. adjust computer setting، هنا راح ناخذ ان شاء الله مستقبلا بالكنترول بانل اللي تتحكم بالاعدادات مال الكمبيوتر. تيرن اوف للكمبيوتر، تطفي او تنهي عمل جهاز الكمبيوتر. وايضا لوج اوف والسويتش واللي حنتكلم عنها بعد شويه ان شاء الله. الستارت مينيو، حتى تفتح قائمة ستارت طبعا تضغط على هاي العلامة الموجودة على الجزء اليسار حتى تفتح قائمة ستارت، او
ممكن من الكيبورد مفتاح موجود عندك بالملزمة اللي هو خاص بالويندو لوجو، ويندو لوجو موجود عندك مفتاح من الكيبورد، فأما من الكيبورد تفتح قائمة ستارت أو من هاي العلامة الموجودة على الديسكتوب. ستارت مينيو بيها جزء أساسي اللي هو الليفت بين، الجزء الأيسر هذا اللي يحتوي على الأول بروجرامز اللي راح تحتوي على قائمة من البرامج الأساسية الموجودة داخل الكمبيوتر. أيضا بي الليفت بين، هسه احنا مو عندنا هنا البروجرامز البرامج، وعندنا اللي جوا اول بروجرامز اللي بها كل البرامج الاساسيه موجوده عندك ومنصبها انت بالجهاز الكمبيوتر. عندي هنا السيرش اللي تبحث بيها عن فايل معين، وعندي ايضا الرايت بين هذا الجزء الايمن، الجزء الايسر كنا مسؤول عن البرامج اللي انت نصبها جهاز الكمبيوتر لك، وبي السيرش للاسفل هنا الرايت بين حتلقى بيها الفولدرات اللي دائما تستخدمها، الفايلات، تلقى الصور، تلقى الاوديو، الملفات الصوت اللي مخزنها، الالعاب، التحكم باعدادات الكمبيوتر، الطابعه المساعده، والعديد من الاعدادات الموجوده هنا في كل وحده من هذه النقاط. وايضا للاسفل من عندها اكو الشت داون المسؤوله عن مثل ما قلنا انهاء عمل الكمبيوتر. اللي حنتكلم عنه هسه اول بروجرامز، حروح لقائمه ستارت، اضغط ستارت اول بروجرامز، واروح على الاكسسوارز ستارت اول بروجرامز اكسسوارز، واروح على شيء اسمه الكالكوليتر ستارت all programs accessories. طبعا الاكسسوارز هي بلت ان بروجرام، يعني هو برنامج هو موجود اصلا، يعني هذا الاكسسوارز مو بس بهالحاسبه، لا اي حاسبه اليوم بيها ويندوز 7 راح تلقى هاي قائمه الاكسسوارز. حتى طبعا هي جدا مفيده، ليش؟ حتى تكمل لك المهام اليوميه اللي يجوز انت تحتاجها. قائمه الاكسسوارز حنلقى في شيء اسمه الكالكوليتر، كالكوليتر حتى بيها العمليات الرياضية. طبعا تقدر تسويها هي شيء، تقدر تغير من أنا شلون تريد طريقة عرضها للكالكوليتر. فالكالكوليتر هذه راح تكون هنا موجودة وتغلق من هذه الإكس. أيضا أروح لستارت أول بروجرامز، وأروح إلى الأكسسوارز، وأروح إلى شيء اسمه النوت باد. النوت باد مثل فد مفكرة تكتب بيها فد شيء معين انت تريده، ما بيها اي تنسيق او فد ترتيب، يعني ما بيها فد الوان، ما بيها فد مساف، يعني مسافات تكون بين سطر وثاني، ما بيها صور، ما بيها ملفات صوت، كل شيء ما حيكون بيها، هي مجرد مثل دفتر ملاحظات حتكتب بيه الشيء اللي تريده انت. هاي هنا انا اغلقها لان انا بعد ما احتاجها، اقول له دونت سيف. اروح الى start all programs accessories، وبعدها راح انتقل الى البينت. البينت من عندك يعني مسؤول هذا يعني عمل بتماب بيكتشر، فتصوره مثلا تقدر تستخدم هاي الشيبس الاشكال الموجوده، ممكن هذني تضيف هنا اللون، تمسح هنا ادوات رسم كامله. طبعا تقدر هنا تفتح اي صوره اللي تريدها، منها تفتح اي صوره اللي تريدها انت، يجوز انت عندك صوره لفد عينه، لفد بكتيريا معينه تريد تسوي المعالجه عليها، تقطع جزء تسوي التأشير عليها، تقدر كلها بهذه برنامج البينت تسوي هاي العمليات، تقدر تضيف نص من هنا والعديد من العمليات الاخرى. هذه الاكس واغلقها ستارت اول بروجرامز، واروح بعدها الى الاكسسوارز، واروح الى شيء اسمه الران. الران اليوم من عندي برنامج معين واني اريد اشغله، بس اكتب اسمه هنا، مثلا هسه انا حكتب هذا الفايل هنا الموجود هذا اللي هنا اريده هو يشغل لي. ها لازم ابحث عنه، اذا انت يعني اذا
الأفضل إن تبحث عنه وين موجود حتى تشغله هذا البرنامج. فالران مسؤول عن تشغيل البرامج أو الفولدرات، على شرط إن تكون تعرف المسار له. مثلا هسه أنا حشغل خلينا نقول هذا وأقول له أوبن وأقول له أوكي، فتح لي هذا الدوكيومنت. شلون فتح لي اياه؟ فتح لي اياه من اني فتحت قلت له براوس وحددت له المسار لهذا البرنامج. يعني انت على شرط تكون تعرف المسار او المكان لهذا الفايل. شوف هذا المسار الى هنا. طبعا بصعوبه انت هذا تحبه وتحطه، فلازم تروح تسوي له براوس، يعني هو حيتبع يشوف وين موجود هذا الفايل حتى يفتح لك اياه. عندي ايضا بعدها السنيبينج تول. السنيبينج تول اروح للستارت اول بروجرامز اكسسوارز واروح الى السنيبينج تول. السنيبينج تول يعني انت اليوم عندك فد صوره تقدر تسوي يعني تسوي كابتشر لاجزاء مختلفه من الصوره. مثلا انا اريد اقطع هاي، قطعت جزء معين من الشاشة أو صورة عندي، مو إلا الشاشة. اليوم أنا فاتحة صورة هنا على الديسكتوب وأريد أقطع جزء من عدها، فأقدر بالسنيبينج تول أقطع جزء اللي أريده وأسوي عليه الأشياء، يعني الأشياء اللي أنا أريدها على هذا الجزء. فأنا على فرض قطعت هذا الجزء ما أحتاجه، أنت إذا تريد تحتاجه لازم تقول سيف وتحدد المكان اللي تريده. احنا حنتعلم عملية الخزن شلون حنتكون، فلذلك ما دا ادخل بتفاصيلها، يعني ان شاء الله على المحاضرات القادمة. فلذلك اي فايل دا افتحها دا اقول له don't save. البعدها start all programs accessories وروح على الستيك نوت. الستيك نوت مثل يعني ورقة ملاحظات، شلون هاي الملونة اللي نشتريها نكتب بها فد يعني ملاحظة، هاي اللي تكون صغيرة وملونة بها ألوان. فهاي هنا تقدر تخليها على الشاشة بالمكان اللي تريده أنت، هاي تنقلها هنا. طبعا تقدر تفتح وحدة ثانية منها وتفتح وحدة أخرى تكتب بيها إذا عندك فد شي تريد تتذكره، ملاحظة معينة. إذا ما تريد تغلقها من هنا تريد وديليت. بعدها الوورد باد، start all programs accessories واروح على الوورد باد. الوورد باد حيفتح لي ملف او فد مستند، لكن هذا بي تنسيق مو مثل النوت باد اللي قبل شويه فتحناه. خلينا نرجع نشوف النوت باد حتى نتذكره. هذا النوت باد اللي قبل شويه فتحناه بالبدايه، رحنا عليه وهذا النوت باد اللي هنا كنا ما بي اي تنسيق، مجرد تكتب النص وتحبه او لا، بعد هاي انت شلون تريد. لكن الوورد باد بتنسيق بترتيب بالوان، بتقدر تضيف صوره، بتقدر تضيف وقت وتاريخ، بتقدر تتحكم بالالوان، مسافات والتنقيط، ايضا ترقيم، كلها تقدر تسويها مع الوورد باد. يحتوي على كومبلكس فورماتينج، يعني تنسيق اكثر تعقيد. هذا هو الوورد باد. بعدها عندي الستارت اول بروجرامز واروح على اكسسوارز. هسه وين حروح باكسسوارز؟ حروح على السيستم تول. السيستم تول من اسمها ادوات خاصه بالنظام. عندي بالسيستم تول ديسك ديفراجمنت، اول وحده ديسك ديفراجمنت. الديسك ديفراجمنت شو تسوي؟ تلغي التجزئه. يعني شنو تلغي التجزئه؟ هل يوم انت تخزن دائما بيانات بالكمبيوتر، تحذفها، تنصب برامج، تحذفها، تضيف صور، تمسحها، تنقل هاي، تحذف ذيك، هاي ايش حيصير؟ حيصير مثل فراغ بيانات، فراغات بيانات، حيصير عدم تنظيم بالذاكرة. يعني اكو مكان بفراغ هواي، اكو لا بيانات هنا، هاي مثل حيقدر يرتبها يصفطها مرة ثانية. شلون
نصفطها او نرتب الذاكره مره ثانيه عن طريق الديسك ديفراجمنت. فمن اسمها هي تلغي التجزئه وتسرع عمل الكمبيوتر. طبعا هنا بالكمبيوتر هذا الهارد درايف اللي عندي، وان شاء الله نتكلم عن الهارد درايف المحاضرات القادمه، فاني احدده هنا واقول له ديفراجمنت ديسك، يعني هسه الغي التجزئه لهذا الديسك حتى يسوي عملية الديفراجمنت عليه. البعدها الديسك كلين اب، اروح وين؟ ستارت اول بروجرامز اكسسوارز، واروح على السيستم تولز، وبعدها اروح على الديسك كلين اب. ديسك كلين اب شو يسوي الديسك كلين اب؟ تمسح الفايلات الغير ضرورية. يعني انت يعني من تفتح الانترنت اكو ملفات هواية تنزل بالجهاز الكمبيوتر، من تنصب برامج اكو ملفات تنزل بجهاز الكمبيوتر، اذا مسحتها هاي الملفات مو حيعطل ولا حينضرب السيستم عندي، بالعكس حيسرع عمل الكمبيوتر. فالكلين اب هي شو تسوي؟ دا تمسح الفايلات الغير ضرورية من جهاز الكمبيوتر، وبالتالي تسرع من عمل واداء جهاز الكمبيوتر. فهنا هاي بعد دا يسوي هسه ديسك كلين اب، انا حوقفها حتى نستمر نشوف بقية الجهازات. ستارت اول بروجرامز اكسسوارز، واروح على اخر شيء بالسيستم تول، اروح على سيستم ريستور. سيستم ريستور مرات انت تنصب في برنامج في ملف معين شيء تنزله، يصير الكمبيوتر بيفد مشكلة أو يبطأ عمل الكمبيوتر أو مدى يستجيب إليك، فشون تسوي؟ تسوي سيستم ريستور حتى تسوي استعادة لإعدادات الكمبيوتر في حالة أنه أنت ثبتت برامج سببت بطء أو خربطة بعمل الكمبيوتر. طبعا أنت من حسوي سيستم ريستور لازم تحدد له فترة ترجع قبل بيوم أو قبل ساعة أو قبل 5 ساعات قبل 3 أيام، فتحدد الوقت اللي يريد ترجع به بالكمبيوتر قبل ما تصير هذه المشكلة. خلصنا السيستم تول، آخر وحدة عندي الإيز أوف أكسس، فأروح على الستارت أول بروجرام أكسسوارز، وأروح على الإيز أوف أكسس. الإيز أوف أكسس، الإيز أوف أكسس سنتر هي بيها مجموعة. الإيز أوف أكسس سنتر هذه أول وحدة بيها مجموعة من الأدوات تخلي أداء الكمبيوتر أسهل وأفضل، اللي هي منه الماجنيفاير. الماجنيفاير شوفوا يا هي بيكبر حجم الشاشة بحيث اللي عنده مشكلة بالنظر ما يشوف الكتابة الناعمة صغيرة، تقدر هنا مثل عدسة مكبرة وتشوف الكتابة بصورة أوضح. طبعا بس تغلق عليها تأشر على الكلوز تنغلق هذه الإعاز. Start all program accessories، وأروح على Ease of Access، وأروح على On Screen Keyboard. هنا أنا حفتح كيبورد وأطبع الشيء اللي أريده. طبعا شلون أنت هنا عندك كيبورد موجود، هنا حيصير كيبورد على الشاشة، فأنا فتحت هذا النوت باد حتى أطبع الشيء اللي أريده. شوف هنا بدأ يطبع عادي وكل شيء أوكي. فهذا كيبورد كامل موجود عندك، تقدر تفتحه وتستخدمه على الديسكتوب. عندي start all program accessories، واخر شيء عندي ease of access، واروح الى speech recognition. Windows speech recognition هنا تسيطر على عمل الكمبيوتر، تقراها تسيطر على العمل الكمبيوتر باي فويس، حيشتغل الكمبيوتر اعتمادا على الصوت بحيث يفتح لك نوافذ تملي ناس كله باستخدام الكمبيوتر. فبالتالي الايز اوف اكسس بها مجموعة من الادوات اللي خلت اداء الكمبيوتر اسهل، صار انه من حيث كبرت حجم الشاشة ممكن تخلي الكمبيوتر يعتمد على الفويس، ممكن تخلي كيبورد على الشاشة، طبعا هي بعد بيها اي اعزاف. احنا ما تحدثنا عن اهم جزء اللي هو انه انت شلون حشغل الكمبيوتر. طبعا كلنا نعرف انه انت لازم اذا ديسكتوب
تكون رابط الوايرات كل شيء بمكانه، من حيث الكيبورد، من حيث الشاشة، الكيس، كل الأجزاء تربط بصورة صحيحة حتى تقدر تشغل جهاز الكمبيوتر. وبالنسبة لللابتوب لا، ما بي أي مشكلة، مجرد تضغط على زر الباور يشتغل جهاز اللابتوب. إذا تريد تعمل شت داون إلى الكمبيوتر، تروح إلى قائمة ستارت، وهذه الشت داون المسؤولة عن إنهاء عمل الكمبيوتر. مع الشت داون إذا تضغط على هذا السهم، هذا المثلث اللي هنا موجود، حتظهر لك هذه القائمة اللي بيها سويتش يوزر. السويتش يوزر هي شنو؟ هي ويندو فيتشر، فميزة موجودة بالويندو اللي تسمح بمستخدم آخر يستخدم الكمبيوتر. اليوم احنا مثلا اكثر من شخص على جهاز الكمبيوتر، فكل واحد حيصير اكاونت خاص فيه. فالسويتش اليوم انا افتحت الجهاز هذا اللابتوب على الاكاونت الخاص فيه، سويتش يوزر، اقدر اسوي سويتش يوزر ويدخل المستخدم الثاني بالاكاونت الخاص بيه، بحيث اليوم انا مثلا دا استخدم الكمبيوتر وافتح ملفات وعندي شغل وطباعة و اجى المستخدم الثاني يريد يستخدمه، فقمت سويت سويتش يوزر وهو دخل بحسابه. من ارجع اني افتحه وارجع لحسابي ما حلقى هاي الملفات مغلقة، حلقاها موجودة مثل ما تركتها، لكن باللوج اوف، اذا انا دا اشتغل وفاتحة ملفات سويت لوج اوف، لا حيغلق كل البرامج اللي انا فاتحتها، وحينفتح الاكاونت مال الشخص الثاني ويدخل يستخدم، ومن ارجع اني لحسابي حلقه كل شيء انغلق، يعني مو مسح، انغلق فقط. يعني فاتحه اليوم مثلا دا اطبع او دا اسوي بدء احصائيه معينه، من سويت لوج اوف حلقاها انغلقت وسدت هاي البرامج، عكس السويتش يوزر. اللوج مثل فد نوع من السيكيورتي، فقط الشخص المخول تقدر يدخل الى الكمبيوتر. الريستارت اعادة تشغيل احيانا نحتاجها من تنصيب برنامج معين او جهاز معين، مثلا طابعة، ماوس، احيانا تربط بالكمبيوتر تحتاج تسوي ريستارت. عندك السليب مود، اللي هي الباور سيفينج مود، اللي حتخلي الكمبيوتر يشتغل بطاقة قليلة. يعني اليوم انت تريد الكمبيوتر ده تشتغل عليه وتركته في وقت معين، الافضل تسوي سليب، مثلا رحت مدة قصيرة تخلي الكمبيوتر سليب. اذا حتسوي يعني عملية ريستارت على التشغيل فد شوية وحترجع للكمبيوتر بالسليب، البيانات اللي انت فاتحها وهاي كلها حلحت تكون مخزونة بالذاكرة الرئيسية. اما بالهايبرنت مود لا، هذه اذا حتترك الكمبيوتر فترة طويلة، مثلا حتروح تنام مثلا او حتروح تتغدى وصلي وقت طويل هذا، فالافضل تخليه بالهايبرنت مود اللي حيحفظ البيانات على الذاكرة الثانوية للكمبيوتر. طبعا الهايبرنت مود موجود فقط في اللابتوب، الهايبرنت مود هذا فقط في اللابتوب. الحاسبات الديسكتوب ما بيها الهايبرنت. السيرش مثل ما اتفقنا، هذه السيرش مسؤولة عن البحث. اليوم عندك فايل تريد تبحث عنه، مثلا حتكتب هذا الاسم، حيروح يبحث وين موجود ال LEC او lecture، حيروح يبحث عنها. يعني جزء اني ما دا اتذكر مكانها وما دا اعرف وين، ليش اروح ادور بالكمبيوتر وما ادري وين، ممكن تسوي بهاي سيرش تكتب الاسم، مو الا الاسم الكامل، حتى لو حروف من انت تكتبها حتى تقدر توصلها لهذا الفايل. اخر شيء عندنا الهيلب، الهيلب اند سبورت. الهيلب هذا طبعا موجود بالويندو، هذا مو يتنصب، لا هذا يجي اثناء تنصيب الكمبيوتر من نزلت انت الويندو 7، هذا هو موجود، هذا الهيلب يساعدك. تريد مثلا اليوم تتعلم شلون اوبن فايل،
أنا ما أعرف شلون أفتح فايل، طبعا الهيلب يشتغل بدون إنترنت، فعادي تبحث قصدي عن الشيء اللي تريده. فأنا سألت سؤال open file شلون أفتح فايل، فهو حيطلع لي سوري open folder، خلينا نقول له تبحث عن موضوع معين، مثلا خل أقول هي تطلع رأسا هنا، بس أنا هاي الحاسبة ما أعرف ليش شنو بيها، بس أنت بالهيلب بس تكتب راح يطلع لك قائمة بالأشياء اللي حتبحث عنها. مثلا أنا أريد اليوم how to open a new document, a new folder، هواية أشياء أنت عندك مثلا مدى تعرفها تقدر تسأل هنا بهذا السيرش بوكس الخاص بالهيل، وراح يفتح لك قائمة بالاختيارات تختار أنت واحدة من عندهم اللي حشوفها مناسبة لك، يعني حيعطيك مجموعة من الاختيارات أو الأشياء اللي حتدخل على واحدة من عندها وتشوف اللي تكون مناسبة لك، اللي حتجاوب عن سؤالك اللي أنت متوقف ومدى تعرفه. لهنا تنتهي المحاضرة العملي الأولى. هاي محاضرة صح شوية طويلة يعني، والثانية أيضا حتكون طويلة، بس اللي بعدها إن شاء الله حتكون أقصر. أتمنى تكون واضحة لكم، ونشوفكم إن شاء الله بالمحاضرات الجاية.